حصوات مثل هذا النوع. هذا واحدة من الأسباب. طيب إيش الأسباب اللي تكون حصوات الجهاز البولي كمجمل؟ بحنا الجهاز البولي عامة والشائع الحصوات اللي هي حصوات الكلى والطيح تنزل في الحالب وتسبب ألم فيجي المريض رجعفة أو مثلا حتى تنزل وتكمل على المثانة. بس هذا النوع القليل واللي يكون مرتبط بالبروستات. بس العامة إحنا نتكلم عنه اللي هي الباقية. السبب الأول وهو الأساسي وأكثر سبب واللي دائما نتكلم فيه قلة شرب الماء. عجيب كيف؟ اعتبرها أنت بشرح مثال مبسط يسهل حتى للمشاهدين. أعطيتك ملعقة سكر وقلت لك ذوبها في كاسة موية كبيرة، حطيتها ذوبتها بالذوب وتختفي. أعطيتك نفس الملعقة وأعطيتك بيالة شاي صغيرة وقلت لك ذوبها، بيذوب جزء وبيبقى جزء صحيح وبيترسب. نفس الشيء قلة شرب الماء، قلة يترتب عليها قلة انتاج بول، يكون بول مركز في الأملاح هذه تترسب مع الوقت تسوي كريستالات، مع الوقت حصوات، مع الوقت تكبر لين تصير حصوات. يعني ممكن في كثير مرضى يقول لي يجيك يقول لك سويت أشعة صوتية قالوا لي في رمل في الكلى، هذا بداية تكوين حصوات. يعني طيب. لو ما انت علاجها شرب موية اغسلها، يعني تعتبر غبار وانت قاعد تغسل. هل يبين معه يعني انه في رمل في ولا هو مسمى بس لا لا في رمل؟ لا لا بلا شعر مسمى بس اي. فمع الوقت اذا اهمل وهذا زي كذا هذه مستقبلا ممكن تصير حصوات. عجيب. فاسباب تكون الحصوات زي ما قلنا قله شرب الماء سبب رئيسي، التغذيه لها دور، البروتينات كثرتها ممكن تسبب حصوات مثل يوريك اسيد. البروتينات اللي هي اللحوم. ايوه أي. مو البروتينات المصنعه اللي... اي لا 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 والبقوليات مشتقات الحليب اللي أخذها بإفراط، ممكن تسوي حصوات الكالسيوم. الكالسيوم أحيانا يرتبط مع مركب ثاني الأوكسالات، والأوكسالات هذه توجد مثلا في الشوكولاتة، في بعض البقوليات، الورقيات مثل السبانخ. في النهاية إحنا معدد الأشياء هذه ما نقول للمريض امتنع عن الأشياء المأكولات هذه. أنا بالنسبة لي كل خذ راحتك، إذا التزمت بالموية إن شاء الله ما تحتاج أنك تروح انك توقف الاشياء هذه. المرضى اللي ممكن نروح فيهم الاشياء اقصى، مثلا يعني جاني مريض مثلا عمره 40 سنه جاته حصوه صغيره اشعه ما في غيرها اول مره في حياته، ما حخليه يغير نظام حياته عشان شيء عارض صار. بس ممكن يجيك واحد الكليتين في الجهتين معبيه، تسوي تنظفها وتشيل الحصوات كلها، بعد 6 شهور يرجع لك عبه مره ثانيه. لا هنا في مشكله، هنا الدور. هل المشكلة هرمونات، غدد جارات الدرقية، مشكلة في التغذية، شيء معين في نمط الحياة، شرب الموية، وفي حصوات في أنواع ممكن تكون وراثية برضو. طيب أطاري وراثية، ما يمكن تكون العوامل برضو الأسباب الثانية تكون وراثية؟ بس أحيانا انتظامك على شرب الماء بالكميات الكافية، وكميات كافية نتكلم يعني لما يكونوا يوصلون يقول لك لترين ثلاثة، وفي بلاد جوها ما يوصل الحرارة زي عندنا في السعودية، هنا يعني حرارة وجفاف وقلة شرب ماء، فهنا أقل شيء ثلاثة. وإذا يعني في تاريخ إنه عندك تكوين حصوات يزيد القابلية عندك، في تاريخ عائلي إنه في حصوات يزيد القابلية عندك، يعني الشخص اللي يكون حصوات قبل هذا عنده قابلية أكثر، فلازم يحرص زيادة. طيب الآن لو مثلا قلنا إنه إذا كان عنده تاريخ العائلي